الاكسبيرمنت دي ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط لو استخدمنا الايه الروت ريفليكتورز داخل الايه الاي بي جي بي بيرز بتوعي. تعالوا كده هنكونفيجر الايه التوبولوجي دي من البدايه خالص مع بعض. هنبتدي اللي احنا ايه نعمل البيزك كونفيجريشن بتاعتنا. نخش على الراوتر اللي هو ار واحد بتاعنا ونبتدي اللي احنا نكونفيجر من ايه من البدايه. هنقول له اندو تيرمينال مونيتور. بعد كده هنخش على السيستم فيو، هنغير الاسم الديفايس السيس نيم بتاعنا اللي هو كام اللي هو R1. بعد كده هدخل على الانترفيس، هنقول مثلا انترفيس لوب باك 0 وهبتدي اديله الايه الاي بي ادرس بتاعي. الاي بي ادرس هنا وليكن 10.0.1.1 مصر كام 32، وهدي برضو انترفيس لوب باك 1 وهنديله الاي بي ادرس بتاعنا اللي هو 10.1.1.1. البرفكس بتاعنا كام 32. هخش على الانترفيس اللي هو جيجا 0.0.2 وابتدي اديله الاي بي ادرس بتاعنا اللي هو 10.0.12.1 ماسك كام 24. اخش على كده الايه الراوتر الايه الاولاني اللي هو الايه البيزك كونفيجريشن بتاعنا كده ايه انتهى. نخش على الراوتر 2 ونبتدي ندي الايه البيزك كونفيجريشنز ايه بتاعتنا. اندو تيرمينال ايه مونيتور. نخش على السيستم فيو، السيستم نيم بتاعنا هو R2. بعد كده هنخش على الانترفيس اللوب باك 0 وهنبتدي نديله الاي بي ادرس بتاعنا اللي هو 10.0.2.2 ماسك كام 32. انترفيس لوب باك 1 وهبتدي اديله الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 10.2.2.2 ماسك كام 32. اخش على الانترفيس الايه الفيزيكال، انترفيس جيجا 0.0.3 وابتدي اديله الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 10.0.12.2 ماسك كام 24. اخش على الانترفيس اللي هو جيجا 0.0.2 وابتدي اديله الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 10.0.23.2 بيرفكس 24. اخش على الانترفيس اللي هو جيجا 0.0.1 وابتدي اديله الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 10.0.24.2 ماسك كام 24. ده البيزك كونفيجريشن بالنسبه لكام لار 2. تعالوا نخش على ار 3 برضو ونبتدي نعمل الايه البيزك كونفيجريشن بتاعنا. اول حاجه اندو تيرمينال مونيتور زي ما احنا ايه زي ما احنا متعودين. اخش على السيستم فيو، بعد كده السيس نيم ار 3. بعد كده اخش على الانترفيس، اول حاجه معانا اللي هو الانترفيس اللوب باك 0 اللي احنا متعودين نديله الاي بي ادرس بتاعنا اللي هو 10.0.3.3 الماسك بتاعنا كام 32. اخش على الانترفيس الايه الفيزيكال بتاعتي جيجا 0.0.3 وابتدي اديله جيجا 0.0.3 وابتدي اديله الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 10.0.23.3 ماسك 24. اخش على الانترفيس اللي هو جيجا 0.0.2 وابتدي اديله الايه الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 10.0.34.3 ماسك كام 24. كده انا خلصت البيزك كونفيجريشن بتاعت مين الراوتر اللي هو ار 3. اخش على البيزك كونفيجريشن بتاع الراوتر ار 4. اول حاجه اندو تيرمينال ايه مونيتور. بعد كده على السيستم فيو سيس نيم ار كام ار 4. بعد كده اخش على الانترفيس اللوب باك بتاعي برضه 0، الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 10.0.4.4 الماسك بتاعي 32. بعد كده اخش على الانترفيس جيجا 0.0.1 واقول له الاي بي ادرس بتاعي. اخش على الانترفيس جيجا 0.0.1 واقول له الاي بي ادرس بتاعي 10.0.24.4 ماسك كام 24. ادخل على انترفيس جيجا 0.0.3 وابتدي اديله الاي بي ادرس بتاعي اللي هو 10.0.34.4 ماسك كام 24. كده انا عملت البيزك كونفيجريشن على التوبولوجي اللي انا شغال عليها دي. دلوقتي محتاج اتست الايه الكونكشن بتوين الايه الدايركت ايه كونكتز مع بعض. يعني مثلا عندي هنا هبنج على اللينك اللي هي ما بينه وما بين راوتر 2 اشوفها شغاله ولا لا.
ابنج على 10 0 12 2 اشوفه شغال الايه، الدنيا شغاله كده فعلا، بيقول لي الايه الدنيا شغاله. اجي عند ار 2 وابتدي ابنج برضه عشان تيست الايه الكونكتيفيتي، ابنج على 10 0 24 4 تمام، بدا يبنج معايا اللي هو راوتر 4. ابنج على راوتر 3 اشوف الامور في راوتر 3 مظبوطه ولا فيها مشكله تمام، راوتر ايه 3 ابنج عليه بيرد عليا. يبقى كده بالنسبه لي التوبولوجي مظبوطه كايه كشغل ايه دايركت ايه كونكتد، كلهم متصلين ببعض وبيقدروا ايه شايفين بعض عادي، مفيش اي ايه اي مشاكل بالنسبه لي. هنحتاج اللي احنا في الاوتونوموس سيستم بتاعنا اللي هو 64511، هنرن الاي جي بي بروتوكول. الاي جي بي بروتوكول هنا بتاعنا هيكون الايه الاوز بي. فتعالى كده مع بعض، وهيبقى طبعا ايه سنجل اريا، فتعالى كده نرن مع بعض الايه الاوز بي اف. هنيجي على الراوتر اللي هو ار 1، هبتدي ارن عليه البروسيس بتاعت الايه الاوز بي اف، هديله البروسيس اي دي وابتدي اديله الراوتر اي دي بتاعي اللي هو 10 0 1 كام 1 1. اخش على الاريا 0 وابتدي اللي انا ازيع الايه الشبكات بتاعتي، اقول له نتورك 10 0 12 كام 12 واحد، بيرفكس جام 32 او سوري وايلد ماسك 0 0 0 ايه 0. انا بزيع الايه الاي بي ده بس عشان ابعت من خلاله الايه الهالو بتاعتي، وهبتدي ازيع برضه من ضمن الايه المعلومات بتاعتي اللي هو الانترفيس لوب باك 0 اللي هو 10 0 كام 1 1. الوايلد ماسك برضه بالنسبه لنا اللي هو ايه اربع ايه اربع تصفات، ده بالنسبه لايه للراوتر ار 1. اخش على راوتر اللي هو ار 2 واخش على الاوس بي اف بروسيس اوس بي اف 1، ادي له الراوتر اي دي بتاعي اللي هو 10 0 2 2. ابتدي اخش على الاريا 0 بتاعتي، ابتدي ازيع الايه الشبكات بتاعتي. اول حاجه هقول النتورك اللي هي 10 0 12 كام 12 2، وايلد ماسك اربع ايه اربع اصفار، واقول هزيع برضو النتورك بالنسبه لي اللي هي 10 0 24 2 وايلد ماسك اربع ايه اربع اصفار. دي طبعا كلها الايه الانترفيسز اللي انا هطلع منها الايه الهالو، واقول برضو نتورك 10 0 23 2 وايلد ماسك اربع ايه اربع اصفار، وهزيع برضو معايا اللوب باك 0 اللي احنا ايه قلنا عليه اللي هو 10 0 2 2 وايلد ماسك كام اربع اصفار. اجي على الراوتر برضو ار 3 بالمثل، هبتدي انفذ الايه الستبس بتاعتي، اقول روز بي اف 1 الراوتر اي دي بتاعي 10 0 3 3. بعد كده هخش على الاريا 0 وابتدي ازيع النتورك. اول حاجه هزيع النتورك اللي هي 10 0 23 3 وايلد ماسك اربع اصفار، هبتدي ازيع النتورك ما بينه وما بين ار 4 اللي هي 10 0 3 4 كام 3 وايلد ماسك ايه اربع اصفار برضو. بعد كده هبتدي ازيع الايه النتورك اللي هي بتاعت اللوب باك اللي هي 10 0 3 3 وايلد ماسك ايه اربع اصفار. سوري الايه الكوماند هنا كان فيه بس ايه خطا، ان ايه نظبط الايه السنتاكس كده ايه كده تمام. زعنا الايه النتوركس بتاعتنا على راوتر ار 3 في الاي جي بي بروتوكول اللي هو الايه الاوز بي. نيجي على راوتر اللي هو ار 4، اقول اوز بي اف 1 راوتر اي دي بتاعي اللي هو كام 10 0 4 4. بعد كده هخش في الاريا 0 وابتدي اقول له النتورك، ابتدي زع لي النتورك اللي هي 10 0 24 4 وايلد ماسك اربع ايه اربع اصفار، وعاوزك تزيع لي النتورك اللي هي ما بينك وما بين ار 3 اللي هي 10 0 34 كام 4 وايلد ماسك كام 4 اصفار، وعاوزك تزيع برضو اللوب باك اللي هو 10 0 4 4 وايلد ماسك ايه 4 اصفار. طبعا لما خلصنا كده الكونفجريشن بتاعت الاي جي بي بروتوكول، محتاجين نتست الايه الدنيا بتاعتي، هل في بير او في ريليشن شيب ما بين ار 1 وار 2 في الاي جي بي. لو احنا جينا نقول ديسبلاي اوز بي اف بير اوز بي اف بير بريف، وريني كده الايه البيرز بتوعي. قال لك انت عندك بير في اريا 0 والبير ده فول ستيت، يعني عامل معاه ادجسنسي ريليشن شيب. تعالى مثلا على ار 2 وقول له ديسبلاي اوز بي اف بير بريف، ورينا كده الايه البيرز بتوعك. بدا اللي هو يقول لك فعلا انت مرتبط بايه 3 بيرز عندك اللي هو ار 1 وار 3 وار 4. تخش على ار 3 نفس الكلام ديسبلاي اوز بيف بير بريف،
هيقول لك اللي انت عندك 2 بيرز، عندك اللي هو 2، وعندك كام؟ 4. فهنا بالنسبه لي كده الدنيا ايه، مفيش فيها اي مشاكل. طب انت محتاج تتست الايه، النتورك، هل اللوب باكات لو تقدر تملك على اي انترفيس لوب باك موجود على الراوترز الثانيه ولا لا. لو انت جيت هنا وقلت ديسبلاي، قلت ديسبلاي اوف بي اف راوتنج، وريني الحاجات اللي انت عرفتها بالايه، بالاوز بي اف، فهتلاقي فعلا الشبكات دي قادر تعرفها، اللي هي 10.0.2.2 و10.0.3.3 و10.0.4.4. يعني معنى كده لو انا بنكت على اللوب باك 0 اللي هو 10.0.4.4، هيبقى الدنيا ايه تمام، وهيرد عليا راوتر ايه 4. طبعا احنا في الاكسبيرمنت دي محتاجين اللي احنا نشوف كونسبت الايه، الروت ريفليكتورز بيتعامل معاه ازاي. طبعا الروت ريفليكتورز ده موجود في بروتوكول الايه، البي جي بي. فعلشان كده احنا هنا محتاجين اللي احنا نرن الايه، الاي بي جي بي، لان احنا هنا شغالين في الايه، داخل اوتونوموس سيستم. فاحنا هنا هنرن الايه، الانترنال بي جي بي ما بين الايه، الراوترز اللي موجود. وهنشوف بعد كده ايه الحاجه اللي هتحصل معانا اللي هتخلينا نستخدم الايه، الروت ريفليكتورز. فتعالى كده مثلا على الراوتر اللي هو ار 1، وهنبتدي نعمل الايه، البير بتاعنا في البي جي بي. تعالى ندخل على البي جي بي بروسيس، هنقول بي جي بي، وابتدي اقول له رقم الاوتونوموس سيستم اللي انا فيه 64500 وكام؟ 511. هبتدي اقول له انا عاوز يبقى عندي بير، البير ده اللي هو 10.0.12.2، اللي هو عباره عن ار 2 موجود في نفس الاوتونوموس سيستم بتاعي اللي هو 64500 وكام؟ 11. اول لما تكتب الامر ده المفروض كده ار 1 وار 2 بداوا يعملوا بير ما بينهم وما بين بعض انترنال في الايه؟ في البي جي بي. يعني لو انت جيت دلوقتي تقول ديسبلاي بي جي بي بير، لو انت جيت المفروض تبص هتلاقي البير لسه ايه، الباكتس بتبتدي ايه تتبعت، فهتلاقي بعد فتره بدات تبقى ايه، تبقى استابليش تمام. فعلى ما تبتدي تستابليش ده، تعالى نخش على الراوتر ار 2 ونبتدي برضو نقوم عليه الايه، البي جي بي. لو احنا جينا هنا قلنا بي جي بي 64500 وكام، لان طبعا كلهم انسايد الايه، الاوتونوموس سيستم. هنقول عندك احنا ممكن ايه، نكتب بس الامر بتاع الراوتر اي دي عادي اللي هو 10 0 كام 2 2. بعد كده اقول له عندك بير، البير ده هو مين؟ قال لك 10 0 12 كام 12 1. مجرد لما نعرفهم لبعض هيبتدوا اللي هم ايه، يعملوا الايه، النيبر ما بينهم وبين بعض، لان احنا البير هنا هي باي ايه، باي دايركشن. يعني لو انت قلت الراوتر ار 1 انت عندك بير اللي هو موجود 10 0 12 2، لازم تروح على راوتر 2 وتقول له انت عندك بير 10 0 12 1 موجود في اوتونوموس سيستم 64000 ايه 500 وايه 11 بالنسبه لي. لو انت عملت الكلام ده المفروض كده دلوقتي لو قلت ديسبلاي على الراوتر ار 1 وجيت قلت ديسبلاي بي جي بي بير، المفروض دلوقتي الايه، الدنيا تبقى ايه، استابلش. طبعا هو لسه في مرحله الاكتف عشان بيحاول يستابلش الايه، التي سي بي سيشن. برضه نفس الكلام الراوتر اللي هو ار 2 هيبتدي يبني انترنال بي جي بي مع الراوتر اللي هو كام؟ اللي هو ار 3 والراوتر ار 4. هيبتدي يبني مع راوتر ار 3 من خلال، هيبتدي يقول عندي بير 10 0 23 3 موجود في نفس الايه؟ الاوتونوموس سيستم اللي هو ايه؟ 64511. وهيبتدي يقول عندي بير برضه نفس الكلام اللي هو 10 0 24 كام؟ 24 4 اللي هو راوتر كام؟ اللي هو راوتر 4 موجود في الاوتونوموس سيستم اللي هو كام؟ اللي هو 64500 وايه؟ 11. طبعا البير دي مش هتقوم الا لما تبتدي تروح على راوتر ار 3 وتبتدي اللي انت تعمل نفس الايه؟ نفس الكلام، تقوم البي جي بي بروسيس على الراوتر ار 3. تعالى كده نقوم الايه؟ البي جي بي بروسيس على الراوتر اللي هو رقم كام؟ ار 3. هنقول بي جي بي 64500 وكام؟ 511. بعد كده هتبتدي اللي انت تقول الراوتر اي دي بتاعك اللي هو 10.0.3.3. بعد كده هتبتدي تقول انت عندك بير اللي هو 10.0.23.2 موجود في الاوتونوموس سيستم اللي هو 64500 وكام؟ 511. وهتقول له برضو اللي انت عندك بير، البير ده اللي هو 10.0.34 كام؟ 4 موجود برضه في الاوتونوموس سيستم اللي هو 64500 وكام؟ 511. تمام، هتيجي على الراوتر ار 4 نفس الكلام، وتبتدي تقوم البروسيس بتاعت الايه؟ البي جي بي. تعالوا كده نقوم بروسيس الايه؟
البي جي بي، هتقول بي جي بي 64511. بعد كده هتبتدي تقول الراوتر اي دي بتاعك اللي هو 10044. بعد كده هتقول له انت عندك بير اللي هو 10034 كام؟ قال لك 34 3. اوتونوموس سيستم موجود في نفس الاوتونوموس سيستم اللي هو 64500 وكام 11. وعندك بير برضه نفس الكلام اللي هو 24 كام 24 2 موجود في نفس الايه الاوتونوموس سيستم بتاعك. مجرد لما انت تعمل الكلام ده، المفروض راوتر ار 2 كده دلوقتي عنده بيرز اللي هو ار 1 وار 3 وار 4. لو انت جيت تقول هنا ديسبلاي بي جي بي بير، هتلاقي فعلا اللي فيه عندك ايه بير مع 12 واحد تمام، ومع 23 3 ولسه 24 كام 24 4. هتبتدي اللي هي تتحول لوضعيه الايه الاستابليشد ايه دلوقتي تمام، على ما الباكتس تبتدي ايه تتباع. طيب انت محتاج هنا في الاكسبيرمنت دي تعمل ايه بالظبط؟ قال لك دلوقتي هعتبر اللوب باك اللي هو اللوب باك واحد اللي احنا عاملينه على الراوتر الايه اللي هو ار واحد. في انترفيس كده لوب باك محدش يعرف عنه حاجه خالص في الايه في النتورك بتاعتي. لو انت جيت بتقول ديسبلاي اي بي انترفيس بريف، هتلاقي في عندك انترفيس لوب باك واحد. الانترفيس لوب باك واحد ده محدش يعرف عنه اي حاجه. يعني لو رحت في الراوتنج تيبل بتاع ار 2، لو قلت ديسبلاي اي بي راوتنج تيبل، مش هتلاقي حد يعرف الايه الاي بي اللي هو 10 1 1 كام اهو. لو احنا جينا نبص مع بعض هتلاقي محدش يعرف الاي بي اللي هو 10 3 ايه 3 1. يعني لو انت جيت تبنج هنا على الاي بي ده اهو بنج 10 كام 1 1 ايه 1، لو انت جيت تبنج عليه مش هتعرف توصل للايه للاي بي ده، على الرغم ان انت عامل نيبر او بير ريليشن شيب مع الراوتر ار 2 شغال بالاوس بيب، بس ما زعتش الايه النتورك دي. وفي في البي جي بي برضه ما زعتش الايه النتورك دي. تعالوا كده الاول قبل ما ايه ما نزيع النتورك بتاعتنا نشوف البي جي بي بيرز اتظبطت معانا ولا لا، الباكتس اتبعتت وبقت العلاقه ايه استابلشد ولا لا. فعلا كده الايه الدنيا كده تمام وايه وستيبل بالنسبه لك. طيب دلوقتي انت محتاج تعمل ايه؟ قال لك هتيجي بس في الايه في البي جي بي بروسيس بتاعتك اللي هو 64000 كام 511، وهتبتدي تذيع النتورك اللي هي كام 10 واحد واحد كام واحد، الماسك كام 32. لو انت عملت الامر ده كده المفروض الروت دي هيبتدي يتبعت بيها ابديت لمين؟ للراوتر ار 2. يعني لو انت جيت دلوقتي على ار 2 وقلت ديسبلاي بي جي بي راوتنج ايه تيبل، هيبتدي يظهر عنده فعلا المسار ده. يعني دلوقتي الراوتر ار 2 يقدر يبنج على الايه على النتورك دي. يعني لو انت جيت دلوقتي وقلت بنج على 10 1 1 كام 1، ده انا قلت بنج عليه هيرد عليا عادي، على الرغم ان في الاول ما كانش بايه ما كانش بيرد عليا. ليه ما كانش بيرد عليا في الاول زي ما انتم شايفين؟ لان ما كانش عنده معلومه للايه للمسار ده. طب هل دلوقتي الراوتر ار 2 هيبعت المعلومه دي اللي جايه له بالاي بي جي بي هيبعتها الار 3؟ قال لك لا، ايه مش هيقدر ايه يبعتها. مش هيقدر ايه يبعتها. لو انت ليه؟ لان ما فيش فول نيبر ريليشن شيب ما بينه وما بين مين؟ ما بينه وما بين ار ايه ار 3 تمام. ففي الحاله دي طبعا الابديت ده مش هيتبعت لمين؟ من ار 2 لمين؟ لار 3. يعني انت لو جيت هنا وتقول ديسبلاي او بي جي بي راوتنج تيبل، مش هتلاقي حاجه نازله عند الراجل اللي هو مين اللي هو ار 3، لان بالنسبه لي ار 2 مش هيفورورد مين الايه الروت دي. فقال لك الحل ده انت تعمل ايه علشان المسار ده يوصل لار 3؟ قال لك في الحاله دي يا اما هتعمل فول مش اي بي جي بي نيبرز، يعني هتخلي كل راوتر من دول يعمل يستبلش بي جي بي نيبر مع مين؟ مع كل الراوترات اللي موجوده في الايه في النتورك. لا اما هتستخدم كونسبت، علشان طبعا لو عملت الفول مش هيبتدي اللود على الراوترز بتاعتك هتزيد. هنفترض ان انت عندك 10 راوترات اي بي جي بي داخلي، فكل دول هيبتدوا يقوموا الايه البي جي بي عندهم، وبالتالي اللي هيحصل عندك لود على الايه على النتورك بتاعتك. فقال لك هتحل القصه دي ازاي؟ قال لك هتستخدم الايه الروت ريفلكتور. طب ازاي استخدم الروت ريفلكتور؟ قال لك هنا انت هتعتبر رو اللي هو راوتر 2 هو الروت ريفلكتور اللي بيرفلكت الايه الروتس اللي بتجيله، بيبعتها لمين؟ للايه للنون كلاينتس. يعني هعتبر ار 1 ده كلاينت وده الايه وده الروت ايه ريفلكتور. طبعا لما الكلاينت يبعت لمين للايه للروت ريفلكتور، هيبتدي يعمل لها فورورد لكل النون كلاينت. يعني في الحاله دي هتتبعت لار 3
وار كام؟ 4. تعال هنا نبص احنا هنكونفيجر دي ازاي. قال لك هتيجي على ار 2 على البي جي بي، وهتبتدي اللي انت تقول له خلي بالك البير اللي هو 10 0 12 1 ده هو عباره عن ريفلكت ايه؟ قال لك ريفلكت كلاينت. ريفلكت كلاينت يعني ايه؟ يعني الراجل ده كلاينت ليا، يعني معنى كده ان انا الروت ايه؟ ريفلكتور بتاعه. لو انت عملت الامر ده هيبتدي فعلا الابديت لما يتبعت لار 2 هيبتدي يتعمل له ريفلكشن لمين؟ لار 3 وار كام؟ 4، لان دول نون كلاينت بالنسبه للايه؟ للراوتر اللي هو كام؟ ار 2. تعال بص كده على ار 3، لو جيت تبص في البي جي بي راوتنج تيبل هتلاقي فعلا المعلومه نزلت معاك اللي هي 10 1 1 كام؟ 1. وبالتالي هنا انت استفدت بالايه؟ من كونسبت الايه؟ الروت ريفلكتور، وابتديت اللي انت تبعت الايه؟ ترفلكت الايه؟ دونيت. طب قال لك دلوقتي الروت ريفلكتور بيعمل راوتنج ايه؟ ممكن يعمل راوتنج لوبس. قال لك في الحاله دي احنا استخدمنا اتريبيوت زي الايه؟ الاوريجينيتور اي دي، وفي نفس الوقت الكلاستر ايه؟ ليست. طب قال لك هتبص على الكلاستر ليست ازاي؟ قال لك تعالى كده على الراوتر اللي هو ار 2 وقول له ديسبلاي بي جي بي راوتنج ايه؟ راوتنج تيبل، وقول له انا عاوز اشوف اللي هو 10 1 1 كام؟ 1. لو انت جيت تقول له الكلام ده قال لك فعلا انت هنا الروت ده بالنسبه لك هو ايه؟ جاي لك منين؟ من ار ار روت ريفلكتور ايه؟ كلاينت روت. تمام؟ واتعمل له ادفرتايز ل 23 3 و24 كام؟ 4، اللي هم راوتر ار 3 وراوتر ايه؟ ار 4. تمام؟ يعني ده معنى الايه؟ ده معنى الكلام اللي احنا قلناه. طب دلوقتي الراوتنج لوبس هتتمنع ازاي؟ قال لك لو انت رحت كتبت الامر ده على الراوتر ار 3 اللي هو ديسبلاي، وريني كده البي جي بي راوتنج ايه؟ راوتنج تيبل بالنسبه ل 10 1 1 كام؟ 1. قال لك لو انت رحت هتلاقي فعلا الاوريجينيتور موجود، عارفين مين اللي طلع الايه؟ الروت ده اللي هو 10 كام؟ 0 1 1. وهنا بالنسبه لك عشان توصل له هتعدي على كام؟ على 10 0 كام؟ 2 2. تمام؟ هو ده بالنسبة لنا الكونسبت بتاع مين؟ الروت ايه؟ ريفليكتور. سهل عليك حتة الايه؟ البروسيسنج اللي بتتم داخل الاي بي جي بي.